يارب ما بنساش اللي كان بينا ولا بنسى ومش قادر بتوحشني سنيني ما بنساش اللي كان بينا ولا بنسى ومش قادر بتوحشني سنيني وأقول لو تيجي من تاني بين الأيام أنا هبقى تمام ومش هنسى قليل اللي اتوقع بيعيش في الجرام ولا الغلطة هتتصلح ولا ما نستاهل ما فكرتش وسبته يضيع وديني بضيع من بعد ما ده غلطي ولازم اتحمل ده الاصعب ما كنتش سبته من الاول مدام ده غلطي ولازم اتحمل ده الأصعب سبته من الأول مدام كتب مفيش فايدة خلاص بينا في باب مقفول ومش مقول عليه أصعب